مصطفى إجالي، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله. تنظم كلية العلوم والتقنية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله مؤتمر دولي حول الماء، البيئة والطاقة. هذا اللقاء وهذا المؤتمر الدولي فهو تيجي في إطار مشروع أوروبي اللي تصب على المحاور ديالو كيف ما ذكرت اليوم على ثلاثة ديال المحاور: الماء، البيئة والطاقة. فهي فرصة اللي من خلالها تم إعطاء الفرصة أولا لخبراء في هذه الميادين الثلاثة لتقديم مداخلات وتقديم عروض وتقديم محاضرات، ولكن كذلك فرصة لإعطاء طلبة الدكاترة فرصة لتقديم البحوث ديالهم ولمناقشتها مع كما ذكرت خبراء اللي جاونا من على مستوى الوطني ولكن كذلك على مستوى دولي، اللي متواجدين معنا خبراء من إسبانيا، من فرنسا، من إيطاليا، وكذلك من كل الجامعات المغربية. فتزامنا مع تنظيم هذا وهذا المؤتمر الدولي، فهو دخل في واحد الإطار ديال واحد الأسبوع ديال الابتكار، على أساس أننا من خلال هذه اللقاءات تم عقد وتنظيم محترفات وتقديم تنظيم تكوينات وتقديم اللقاءات بين الطلبة الباحثين وكذلك مؤسسات وفاعلين سوسيو اقتصاديين اللي تيشتغلوا في هاد الميادين اللي ذكرت ثلاثة. فهاد اليوم غادي تختتم أشغال ديال هاد المؤتمر بتقديم واحد الجائزة للبحث العلمي حول في واحد المحور، محور الماء. فهي جائزة تخناتة بنونة، لأن مقدمة من هذه المؤسسة تخناتة بنونة لأنها رأت أنها تدعم طلب الباحثين، وهذه أول مبادرة تتم على هذا المستوى، وهي أول مبادرة تتم من طرف المؤسسة لصالح طلب الباحثين، طلب الدكاترة الباحثين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. فهو كان واحد إعلان المشاركة في هذه المباراة على كما قلت في تزامن مع تنظيم هذا المؤتمر الدولي. فاليوم يكون عندنا تقديم الجائزة الأولى اللي هي المبلغ واحد القيمة رمزية تبقى دائما رمزية ديال 25000 درهم، الجائزة الثانية 13000 درهم، والجائزة الثالثة 10000 درهم. فهي تتبقى واحد الإشارة وتحفيز لهاد الطلبة الباحثين اللي قدموا الأشغال ديالهم خلال هذا المؤتمر حول محور متعلق بواحد الثروة اللي راه تنعتبروا الآن دابا الأهمية ديالها، داخلة في واحد الاستراتيجية وطنية، هناك فيها توجهات ملكية للحفاظ على الثروة المائية. فتجي هذه المبادرة داخلة في إطار واحد مشروع ديال تنمية جامعة سيدي محمد الله اللي تنسعوا من خلاله إلى تحفيز طلب الباحثين ونعطيهم فرصة أنهم يتقدموا في الأبحاث ديالهم. وتنظن من خلال هاد الشراكات ومن خلال هاد العلاقات التعاون اللي تتربط الجامعة مع بعض المؤسسات، فكلها تنوضعها رهن إشارة الطالب في الخدمة دياله وفي خدمة البحث العلمي على مستوى جامعة سيدي محمد الله وعلى مستوى كذلك ما يتجاوب مع بعض الأولويات على مستوى جهة فاس مكناس وعلى مستوى الوطن ديالنا الحبيب. شكرا.